مرحبا كمان، هذه تاني حلقة من مؤسسة جيو للروايح للعطور يلي مستوردة عن جد من فرنسا. ما بقى لازم نعمل له كتير دعاية جوي لأنه عن جد شركة مميزة. مميز على فكرة، بس بدي أقول لمشاهدينا أنا تفاجأت بالأسعار، بالجودة والكواليتي. يعني شو بدي أقولكم، انطروا هلأ قريبا حينزل بالسوق كمان باسمي ريحة. عن جد رجالية؟ لا أكيد سيدرا. ما أرزي أرزي كمان يعني ريحة العود. أنا فوتوا ليكم لهذا الضرب، هذا الضرب كتير مميز. الضحية معنا اسمها باتريسيا. باتريسيا شخص مميز كتير، واللي حلو فيها إنه حساسة. اللي اتفق معنا هي أمال. أمال شخص بيعمل معنا ميك أب أرتست، كنا بنعرفها الأمال وبنشوفها بالحلقات. قلت لي بدي أعمل فيها هذا الضرب. شو ضرب؟ عندها مشكلة بتخاف من الأشباح ومن قصص المسكون، فرح نجيبها تشتغل محل ما بتشتغل سيدرا، بس رح يصير معها كلفة صغيرة. شو رأيك بالأبو؟ بتروحي على الأبو؟ أنا حذرتك يا باتي، خلونا نشوف أنا وياكم هالضرب شو بده يصير فيها لباتو. شغلي بحال قبل نفس الشيء او فونداز مش محل عطورات وتركيب وهيك، يعني ما عندك فكره عن الشغل؟ كمان اضربين؟ لا عم بطلب بوس وحفل. اسمعي مني، لا حبيبتي جاي تقدم، مش مقدم، جاي تقدم. ايه والله ايه منيح. طيب ماشي. ايه دوموزيل، قلتي لي قبل فونداز واول مره بشركه، يعني ما عندك فكره؟ بس كل شيء بوقته حلو، بوس عادي. هو عزو يعني يا الصبح يا بعد الظهر، انت حددتي موعد؟ تقدم على الوظيفه هون؟ هي اللي بدها تقدم على الوظيفه. طيب خليها تعلمك هلا سيدة، فيك معك يوم تبلشي؟ شو اسمه؟ تبلشي معنا بالفرن. بدك تبلشي معنا؟ عندك مشكله؟ انت مش عم تشتغلي؟ وين عم تشتغلي؟ عفوا. لا هي حضرتها اول مره. مش عم بفهم عليك، مين هي دوموزيل اللي مقدمه على الشغل؟ هلا جاي تقدم. وهلا لما كنت عم بحكيك قلت لي حضرتك انه هي حكيت معك الصبح. لا متاكد؟ لا ما بدنا ننزل حدا، بدنا حدا تحت. طب فيك تبلشي هلا؟ ايه ما في مشكله. بلشي علمك كيف تركيب. العطور كيف تركب، العيارات، الاسانس. هون عندي دوموزيل. تفضلي. اوكي بلشي لهون. اوكي وليك علميها. عفوا. يلا. اوكي فيك تعلميها هلا كيف بنركب؟ اكيد. موجود. بنركب الترابيش. ترابيش؟ قصده العطر. انا وشارل الكرم.
سوري ما شو اسمك ما تعرفت؟ باتي. طيب باتي نحن هون بالملف يعني عنا كل شيء ماركته وله عياره، الاسانس قد ايه بتحطي العيار والتفاصيل، وكمان بعدين اي زبون بده يجي في ابراج، كل واحد هو برجه وله عطر مميز. واكيد هون محطوط يعني نعم هي الابراج كلها حطيتها كمان، وغير هيك واسعار مدروسه بتناسب الكل يعني، في بوسط في المرتب والغالي. اكيد نحن ما عندنا شيء منه بيرفكت، اوكي في شيء افضل، والجوده ممتازه ونحن معروفين ومشهورين بالسعر وبالجوده. اوكي اهم شيء طريقه التركيب تمشي عليها هي ذاتها، ماشي؟ انا قلت لك ديبو ما بنزل، ما مشكلتي مين بده يساعدني؟ وين 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 الشباب؟ ما في غيري انا بهالما بيتو كلهم. شو وين الشباب؟ ما في الا انا وياك. اي شباب؟ وهذا الشاب اللي مانو سام فلو على قدر. طب بس يجوا. لا 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 بدك تنزلي عندي. لا متاسفه ما بقدر، انت ما عرفت شو صار مرة الماضي يعني، شو اللي غيري بدي الحقهم انا يعني؟ كيف ظابطه معك؟ ديبو ما بنزل، ما بنزل. ما حانزل، مش حزوقك. ما عم تاخذي معاج دكه قد راسك، بدك تنزلي. ليه بدك؟ ما بدك ياني الحق اللي راحوا؟ ما شفت خذي التاكسي قبلك بدي الحقهم. اي تاكسي؟ ديبو شو بك؟ ديبو عم تحكي؟ تنزلي ما فيك تضلك واقفه هون. لا 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 اكيد غلطان. لا ما اكيد لا. عفوا تنزلي على الديبو ما في شيء، بس هل بتفكر بتخاف؟ ما في ديبو تحت بكير المريض مليئة تحت تلعب كيف اساس بتركيه. بدك تنزل لتحت؟ لا ما حانزل. بدك تنزل لا 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 غلطان غلطان. اه ما بنزل. بدك يا بدك تنزل بدك تكلي على فكره. اشرفني في العبيتي. اشرفني. فل؟ شو يعني خوفتني؟ شو يعني انه ايه؟ فل ياخذ اغراضي. طب عليك فل 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 لك انت خبرك الخبريه بتشبه كذاب عليك، بس هيك خبرتي خبرك اياك الخبريه مش مظبوطه. هيدي الخبريه انا قعدت بالمحل يخدم شيء 6 شهور، كنت فاتح بغير لوكيشن اوكي، واخذت معه ديبو تحت. اه صراحه ما بنزل كثير لتحت، بس بقولوا ان الديبو مسكون. صاحب المحل اللي قبل هلا هن بيقولوا انه في قصص ما مضبوطه، وانا بصراحه ما شفتي كصاحب ديبو وصاحب محل، بس في بنتي انا اشتغلت عندي مره جينا عم نسال عنها طلعت نزلت تحت غيبه عن الوعي، والبنت اللي فلت هلا سادرة بتقول انه في شيء بتشوفه تحت وكذا مره هيدا وهربت ما بتنزل لتحت، وهيديك غابت على الوعي، بس عرفنا انه مع ربو هيدا اخر شيء ماتت بالمستشفى. ما بعرف معها شيء ما بعرف، بس ما في شيء تحت، لانه بقولوا هيدا الديبو كان يشتغل فيه شخص لشخص هو وشريك قتلوا بعضهم تحت وما صلوا عليهم، قالوا ضلت الروح تحت. يعني ما انت بتعرفي بس واحد يصور في جريمه قتل بيصلي بيجي يا شيخ يا ابونا بيصلي على الارض اللي فيها دم. انا ما شفت شيء، بس من لا مش مسكون فرحتي صار مسكون على جيبك هون ولا شيء. لا مش مسكون مش مسكون ابدا. شو بك كفايه؟ ايه لا في اوقات بدك تجيبي بضاعه من تحت. انا لا انا رح اعطيك شيء 5 مليون بالشهر، دوامك من 8 الصباح ل 8 عشية. لا ضلك تاخذ بريك كل النهار، ما هو كل النهار بفوت لعند زبون كل النهار. بعمل لك زبون كل النهار، هي بريك كله كله بريك، ساعتك اللي بدك بس بجامتك ضلك تبيع عادي اوكي كثير منيح كثير منيح ما عندك شغل، بس ما تفكر كثير باللي انت بدك اياه.
حبيبي، ما نحن شركة جيو للروايح. عامل اسهال خيي، روايح مش روايح من اوديك. نحن شركة فرنسوية منجيب من فرنسا ونعمل شو انت وان. مش المستشفى يا خيي، يا شركة يا خي، عم بتعمل غازات مش عندنا خيي. طيب باتي، بس بدي منك هلا تنزلي معي على المدينة. لك ما في شيء؟ اوكي. هيدا هو الديبو. شو في الديبو؟ شو في الديبو؟ قربي قربي. انا اخذ 5 دولار. لا عنا مشكلة بالكهرباء، لكن رح اطلع انا بس. اوكي لك، شوف شو بدي منك. شفتي هيدي؟ هلا رح اعطيك هيدي الكرتونه، بدي منك بس تعربي لي هيك الاسامي، تحطي لي اياهم على الارض بس اطلع شوف الكهرباء. قربي شوي. ها؟ شو بدك؟ لك شو بدك اشتغل عندك؟ بدك اشتغل عم ببط معاشي؟ بدي اطلع شوف الكهرباء. لك شو عم تعمل عندك؟ بس بدي اطلع شوف الكهرباء. ماشي؟ بس بلشي لي بها. ما خليني اطلع قبل ما لكن ولع المحل يا عم. خلاص لكن من عمل فيك خلاص يا عمي.
جيبي جيبي امال، لك من عمل فيك ضرب؟ خلص بقى ما بعد اللي ضرب. لك من عمل فيك؟ لك من عمل فيك الضرب؟ خلص بقى خلص، شو المزح هيدا؟ مانا مزحه هيدا، مانا مزحه، انا بخاف اصلا. أنا دايما كنت على أمان. اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة. وين زي زي؟ لوك ما عملني عشان أتحرك.